بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، عليه أفضل الصلوات وتم التسليم. السلام عليكم، مرحبا يا إخوان. اليوم حتكلم عن كفرات GRB. طبعا هذه الكفرات جاهزة، كفر بالجنط، ديزاين حقه جدا رائع، وكمان له ميزات كثيرة. طبعا ما هو مناسب على الرمل، سواء للسلاش، هذه سلاش ألتيميت 4x4، وهذه سنتون من أرما. طبعا أنا مغير الكفرات نفس الموديل، مغيره، وهنا مغير الهوبات 17 زي ما انتم شايفين، مغير الهوبات ومركب لها بدي جديد، او بدي من اللي هو بدي S610 من اكسل، شايفوا عليها حيطلع شكله جميل. طبعا الكفرات هذه والجنوط مناسبة للسبيد او الدريفت، فتقدر تتدرب عليها دريفت حلو، وفي نفس الوقت بتديك اداء سبيد، وما انت خايف من البادي قديش يكون نازل على نفس الديزاين، لانه ما بتنفخ معاك الكفر، وبديك سرعات عالية. بتميز فيه سرعة السيارة عندك بالتصميم هذا، فهذه كمان ميزة، انه بيعطيك حتى الديزاين حقه جميل، الديزاين حق الكفرات GRB. طبعا لو تلاحظوا يا اخوان هنا الموديل، هذا رقم الموديل، ومكتوب في النهاية S7. طبعا S7 هذا بيكون تحمل عالي، تحمل عالي، وما بنسلخ نفس الكفر من الجنط، وللأجواء الحارة والجو اللي عندنا هنا في المملكة وفي دول الخليج بشكل عام، فنوعية ممتازة. طبعا في حتلقوا منه اللي هو S1 أقل تحمل، وفي أقل، وأنا أستغرب سبحان الله إنه بعض الناس بيطلبوا أقل وأقل. يعني أنت أخذ سيارة بألاف الريالات، حتبخل على كفر ب يعني في حدود تقريبا 107 الموديل هذا اللي هو S7. الله يعطيه العافية أخونا أبو عمار صاحب متجر طبعا الذهبية للتقنية والسيارات اللاسلكية، وفر لنا هو الله يعطيه العافية، وجاب منه كمية، فالله يعطيه ألف عافية على تأمين متطلبات الهواية حقتنا. فسبحان الله، يعني كل واحد له رغبات، أنا بحترم رغبات الناس، بس بقول يعني بشكل عام إذا عندك سيارة RC كار دافع عليها آلاف الريالات، فلا تبخل على تركيب كفرات ممتازة، يعني ايش تبغى اقل من كذا؟ فهو سعرها جدا رائع، يعني الكفرين في حدود 107 ريال، فحلوة بصراحة، وبتتحمل وبتعيش وقت طويل. انا شفت موديلات عند اخونا ابو عمار ما شاء الله الى اليوم هو بيستخدمها ومشي فيها، السلاش عنده تقريبا 160 كيلومتر في الساعة، فروعة. وبتعطيك طبعا هذه على الاسفلت، على البلاط، زي ما تحب، بس الفكرة انها طبعا النوعية هذه للسبيد والدريفت، تقدر تعمل فيها دريفت وتتدرب على الدريفت بصراحة، زي الموديل اللي عندي هنا السنتون ما شاء الله، يعني بالنوعية هذه وهو بفحط. يعني هذه طبعا الكفر برولاين لانه كفراتها اتمسحت، لكن الجنوط هذه نفس جنوط السنتون، يعني ما تغيرت شيء. فبالكفرات هذه وهي بتفحت، فبالنوع هذا كيف حيكون الأداء جدا رائع. يعني لا تهدر الطاقة بالدعس كثير، حاول وازن فيها شوية شوية، وحتديك أداء دريفت جدا روعة. فاللي يبغى يجربها، اللي يبغى، يعني هي عملية تغيير، يعني الواحد أساسا، أنا السنتون ما بستخدمها على الرمل أساسا، يعني بستخدمها على الاسفلت اكثر شيء، فعليش اركب النوعيه هذه.
يعني ليش ما اكسب اشوف السرعة يعني السبيد بالأمانة. حتى الكفرات هذه ما شاء الله تبارك الله ما بتتنفخ، يعني غيرتها من برولاين اللي بيكون داخلها ربل أزرق يا أخوان داخل الكفر، ما بتتنفخ بسهولة. طبعا في طريقة اللي هي بتقلب الكفر وبتحط لصق داخلي، هذه يعني أفكار يعني الناس كثيرة بيسووها وناجحة، لكن ما يحتاج. يعني النوعية هذه جدا روعة، تقدر تأدي فيها أداء الدريفت والسبيد في نفس الوقت، ما هي للرمل نهائيا يعني. فما خسر شيء، بالعكس تغيير. طورت الموديل اللي عندي هذا، اللي طبعا البدي زي ما وضحت لكم بدي اكسل 16، بس انا اساسا اكسل مركب عليها بدي ثاني، فبستفيد من الديزاين هذا. وحتى لو نزلته لدرجة زي كذا ماني خايف، ما بيتنفخ الكفر يعني لما يدور على سرعات عالية، فما بتضطر انك ترفع البادي او بانك بتقص فيه، فهذه كمان ميزة بالنسبة للكفرات والجنوط. هذه من الشركة الرائعة اللي هي جي ار بي، هذا رقم الموديل اللي حب يقتنيه او يبي يجرب. بالامانة الأداء جدا ممتع، وتتدرب فيها على الدريفت وتتدرب فيها على أداء السيارة بشكل عام، يعني بيعطيك متعة وبيعطيك خيارات ثانية يعني في الاستخدام والمرونة في الأداء. وحاول شوي شوي يعني على أساس ما يحوص عليك الكفر، تدرب عليها حتلقى الأداء جدا رائع ومميز كمان. فهذه ميزة حبيت بس إني أعطيكم فكرة. طبعا جايب هنا هي الأعمدة حقت البدي من برولاين، دائما باخذ منها للتعديل، فعلى اساس اني اعدل في الموديل هذا. زي ما انتم شايفين الجهه هذه بتكون عاليه، فمحتاجه الى انا قاصه هذا طبعا من هنا، اذا لانه لو نزل بيبدا يدق في نفس البدي حق السياره. فبس حبيت اعطيكم فكره عن التطوير اللي بسويه على السياره. وهذه فكره يا اخوان، يعني الموديل يعني ما لا تخليه على نفس النمط، غير فيه كل شوية عشان لا تمل، وفي نفس الوقت تجرب أداء ثاني، وهي تجارب يعني تجارب ممتعة مع الهواية الجميلة هذه. بس حبيت إني أعطيكم فكرة. طبعا طبعا العفو، بس حبيت أوضح هذه طبعا جنوط وكفرات السلاش، وهذه برولاين روعة جدا ممتازة، وللسبيد كمان ما تتنفخ، نفس الشيء داخلها ربل أزرق ونوعية حلوة، بس هذه مختلفة، هذه مختلفة تماما. يعني بأقل دعسة بتديك الأداء الدريفت وبتعطيك نمط جديد في سواقة الموديلات هذه بشكل عام، تجربة جديدة حلوة بالنسبة لي أنا. يعني في ناس مركبين هذه من زمان والآن ممكن بيغيروا للموديلات هذه، ما في مشكلة، بس هي الفكرة تغيير، تغيير حلو يعني بيعطيك أداء ثاني، وتقدر تشوف فيه الموديل بشكل آخر يعني. فهذه أفكار حلوة حبيت أني أعطيكم فكرة عنها. أخوكم ياسر باجهمون.